ونستقبل الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. وزعت عليكم قصاصات الورق، كل من لديه أسئلة يعطيها إلى الأخوة المنظمين، سوف تنظم وتفلتر على حسب الموضوع وحسب التكرار. اللي له عنده مداخلة رحم الله والديكم يكتب اسمه على أساس ينادى في الميكروفون. الآن نستمع إلى سماحة الشيخ علي سلمان، اصحبوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولتعطير مجلسنا هذا ثالثة. وعجل فرج محمد وآل محمد، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم شهر الله الكريم، سائلين الله أن يوفقنا وإياكم لقيامه وصيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. لماذا نثور ولماذا نستمر في الثورة؟ نثور نحن من أجل تغيير واقع سلبي خاطئ لا يختلف معنا في تشخيصه أحد، فلا أحد يختلف بأن أراضي البلاد ذهبت إلى غير المستحقين من خلال الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وسواحل البلاد لا يتمتع بها أهلها، وثروة البلاد لا يحسن إدارتها واستثمارها بطريقة تعود بالخير على أبناء البحرين جميعا. نثور لأن لدينا ثروة وطنية كانت بالإمكان مع حسن استثمارها أن لا نعيش مشاكل في الإسكان، ولا مشاكل في الصحة، ولا مشاكل في التعليم، ولا مشاكل في الطرق والمجاري، ولكننا نعيش كل هذه المشاكل وندفع ثمنا لها. نثور لأننا في وطننا لا نعامل كمواطنين كما يعامل سائر المواطنين في البلاد الأخرى. المواطن في أي دولة يعني الركن الأساسي فيها. عندما يقولون وطن، فنسبة 90% من هذه الكلمة تعني الشعب، بعدين في 10% تتوزع بين حكومة وأرض. شو معنى وطن بلا شعب؟ شو معنى وطن بلا شعب بلا وما معنى شعب بلا حقوق؟ ما هو شعب؟ الشعب الذي لا يشكل إدارة السياسية وإدارة السياسية وإدارة الاقتصادية ويراقبها وينتخبها ويعزلها، شو هذا؟ أي عنوان شعب؟ في عنوان الدولة الحديثة وين هو عنوان الشعب؟ دولة وأرض ونظام. نثور لأننا في وطننا لا نعامل كمواطنين، لا نعيش كمواطنين، وإنما أرقام مهملة لصالح سلطة مستبدة، قبلية مستبدة،
هذا الوضع الذي نهمش فيه من اتخاذ القرار في شؤوننا والمشاركة في القرار في شؤوننا يسلبنا الكرامة. أي إنسان يعيش في أرض في وطن لا يشعر بقيمته، لا يشعر بتأثيره، يشعر بأن الأمور تفرض عليه ومسلوب الكرامة. الآن بعض الناس لدرجة تعودهم على العبودية لا يشعرون بذلك، ساعات لأن العبودية تستمر مدة طويلة، فنفس العبد الآن وكلكم أحرار، ولكن هذه بس مثال. كثير من العبيد في جنوب في أفريقيا يعني اللي عاشوا بعدين في بلدان مختلفة، الكثير منهم ينخرط في حركات التحرر، تحرر العبيد، والبعض لا، يقول هذا أنا خلقت أسود يعني عبد، يعني يجب أن أكون عبد بقية حياتي. من وين جت هالفكرة؟ الإنسان حر، ولكن لكثر العبودية عليه، أبوه عبد، جد عبد، هو مولود عبد، لم يخلق في حياته يشوف إلى كرامة، بينما هو ذاك اللي سلب الحرية، سلب شعور الحرية، سلب شعور الحرية حتى ما يعود يفكر. زارتني أحد الأمهات الكريمات مرة، قلت لها على أي أساس خليفة يصير إلينا يعني رئيس وزراء 40 سنة؟ قالت هو شيخ. لا هي بس أمها، من أمي، من وين هو شيخ؟ ليش يعني شيخ لازم يصير على رأسنا ويحكمنا؟ احنا انتخبنا. ما تقدر تفكر بأن هذا الوضع مو سوي، هذا الوضع غير طبيعي، ولدت كذي، ولدت على وضع خاطئ. نثور ونستمر في الثورة لأننا نطالب بأن نكون مواطنين، لنا حقوق، ومن أول حقوقنا اختيار حكومتنا واختيار مجلسنا اللي يشرع لنا وينظم قوانيننا، وحقنا في قضاء عادل، وحقنا في أمن يحمينا مو يعاقبنا. نثور لأن البحرين يعني يحتاج بشد، نثور لأن البحرين وفرصتها في التنمية بسبب هذه الإدارة السيئة تتخلف بلا أدنى إشكال ولا أي جدل. أكثر الشعوب تعلم في المنطقة البحرين، مجتمع مدني مستقر من آلاف السنين، أول ناس راحت تعلمت قبل النفط بحرين، وعندنا كل الطاقات البشرية إلى تنمية اقتصادات معرفية، وليست بالبلدان اللي الآن تحقق نماء اقتصادي في جنوب آسيا بأفضل من عندنا، كنا أفضل من عندهم، هم فقراء ولا عندهم موارد، ليش نتخلف احنا التنمية الاقتصادية؟ ليش نعتمد على النفط إلى الحين نسبة 87%؟ فاشلين. نثور حتى نغير هذا الواقع السلبي، نثور حتى نطمئن على أبنائنا، ما حد يهينهم، ما حد ينتقص كرامتهم، يحصلون تعليم، يحصلون سكن وبكرامة، مو واحد يجي يتمنى عليك، هو فلوس من فلوس الدولة المسروقة فيها جزء من اللي يتحول إلى مشروع، ينسرق قبل لا ينحط في الميزانية، وينسرق لما ينحط في الميزانية، وينسرق لما ينحط في المشروع، بعدين يطلع بالنتيجة النهائية يطلع 20% من الجسمة انحطت في بيت إسكان، كنا منه تدفع فيه بعد 20 سنة 25 سنة، وبعدين كنا مكرمة، شو الحياة؟ لو من فلوسك، لو من مالك الخاص، لو مال الناس، هذا أي فلوس مال الناس، ما حد يعطي من جيبه. ولماذا نستمر في الثورة
ونستمر في هذه الثورة السلمية الإصلاحية، لأن إذا توقفنا عن الثورة بكل ما فيها من ضريبة معنى هذه الأوضاع السلبية ستستمر وتتركز أزيد فأزيد، ومعنى أن الجهل والحمقى وسيئي الخلق يقولون إيه هذا هو طريق. ما قلنا لكم من قبل دلين الشيعة مثل السجاد الإيراني يدوسوا عليهم يصيرون أحسن؟ مو هذا مقولتهم؟ فإذا توقفنا شو يقولوا هالمقولة؟ هذه صحيحة، هاي الطريقة للتعامل معهم، فصلناهم وجردنا. كان لهم مساحة محدودة، لهم فتات محدود جدا في الدولة، بعد هذا سحبناها الآن وقاعدين نقلصة، ما نوظف فيهم، نضايق تجارهم، نضايق حياتهم، نحاصر قراهم. هاي الطريقة. شو الرد عليه؟ الرد كد كيدك وفعل ما تشاء، وإحنا صامدين وباقين ومستمرين إلى أن نحصل على حقوقنا. حقوقنا مو كرامة من عندك ولا مكرمة من عندك، حقوقنا ننتخب حكومتنا حقنا، ننتخب مجلسنا حقنا، ندير بطريقة غير مباشرة ثروتنا الوطنية ونخليها في هذا الباب وفي هذا الباب، وهي الصحة لها القد والتعليم لها القد والعسكري لها القد، هذا حقنا. ليش انت تقرر علي؟ من أعطاك صلاحية تقرر هذا؟ ما أعطيناك. شعب مصدر السلطات، شعب يجب أن يتحول مصدرية للسلطات بشكل واضح ومنظم. هذه مداخلتنا الأولى إلى هذا اللقاء الطيب، والأسئلة لديكم، وبعد ذلك إن شاء الله نواقب. أحسنتم سماحة الشيخ. نشكر سماحة الشيخ على هذه الكلمات الجريئة العملاقة. الآن نفتح باب المداخلات والأسئلة، نرجو من الأخوة المنظمين جلب الأسئلة، ومن لديه مداخلة بإمكانه أن يرسل اسمه حتى يكون التداخل بالنظام. راح أبدأ ببعض الأسئلة. طوال سنتين ونصف البعض يقول بأن سلبت الكرامات وانتهكت الحقوق، وبدل ما كان عندكم حقوق الآن نقصت الحقوق أكثر، المميزات اللي كانت موجودة لديكم الآن أقل بكثير، إذا كان في السابق بصيص أمل في التوظيف الآن أقل، التعليم يزداد سوء أكثر فأكثر، والحال مفصولين أكثر، والأعداد تزداد أكثر وأكثر خلال عامين ونصف. فأين هي الحقوق التي تنشدون لها كمعارضة؟ التشخيص الذي ذكر صحيح، بمعنى أن الواقع الحالي هو أسوأ مما قبل 14 فبراير في ناحية حصول المواطن المعارض والشيعي على درجة من ما يستحق. لكن هذاك الواقع هو ما هو؟ ذاك الواقع، ذاك الواقع هو تمييز في البعثات. ذاك الواقع المواطن المعارض الشيعي إذا جاب 90 فما فوق، أما ما يحصل على منحة أو يحصل على منحة رقم 10 في طلباته، ويقدم غيره إلى المنحة التي هو يستحق. مناطق الشيعة إيش فيها؟ مناطق الشيعية حتى أسفلت في بعضها ما موجود، حتى طريق عادي ما موجود، على خلاف المناطق الأخرى. مو أقول لك ديك منعمة وكذا، لكن التمييز في تقديم الخدمات.
مواطن شيعي قبل وينه في موضوع الآمن؟ يدخل الجيش ممنوع، يدخل الداخلية في مركز مهم ممنوع، حتى شرطي يدخلون أعداد محدودة، حرية التجارة موجودة إلى المواطنين، وإلا النفوذ والفساد واللعبة هي سيدة الموقف. الأوضاع التي ثار عليها الناس هي أوضاع سلبية وهادرة إلى الكرامة في كل أبعاد، في كل بعد. منو كان يقدر يحمي نفسه دخل البلد في نقطة تفتيش أو في نقطة مطار أو في شي اسمه يتعدى عليه رجل آمن، كبير صغير؟ احنا نجي من العمرة ما يهينونا يفتشونا، ذكرون يجون من الحج يفتشونهم ذاتيا يعرون الناس. فما ثار عليه الناس أوضاع سلبية لا يجوز بالبعد الديني السكوت عليها، ما يجوز، ولا بالبعد الإنساني. الناس اللي تثور، مو بس المسلمين يثورون في بلدانهم، الكفار أحسن منا، ثاروا من زمان في فرنسا وخلصوا وضعهم من هالنوع من الحكومات، ثاروا من زمان في بقية بلدان العالم خلصوا نفسهم، ما عندهم دين مثل ديننا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بلاك عندهم دين يقول إذا ضربك الصوب دير لها الصوب، هم قلبوا وضعهم وحققوا إليهم أنظمة سياسية إنسانية ما أحد يهان فيها، ما أحد يهان في فرنسا، ما أحد يهان في كل أوروبا، لا مواطن ولا مقيم، وفي قانون فوق الجميع، أطر إنسانية عاقلة. فإحنا ديننا يقول لنا لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا يتحول إلى واجب اجتماعي. يوم يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس وانت قاعد في الماتم، ما تطلع برا الماتم. ليش؟ لأن الظروف مو مهيئة. ويوم ما يجوز تقعد في الماتم لازم تطلع في الشارع لأن الظروف تقدمت. شو اللي يخلي بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول ما في، الظرف لا يسمح بأن نتحرك أكثر في الإصلاح أكثر مما هذا يفرض على إمام حركة ويفرض على إمام سكون. الآن الأمة العربية والإسلامية كلها ضاجة ونزلت إلى الشوارع من أجل تغيير هذه الأوضاع السلبية، وشبابنا ضجة ونزلوا إلى الشارع. الآن إحنا نقوم نقول لا إحنا نقعد في البيت، ونقول هذا أولادنا اللي نزلوا في الشارع ونزلوا في الدوار ما لهم حق. لا، ليش ما له حق؟ مضروب وهو يتعلم، صار له 4-5 سنوات يدور بشهادته، إلى حق، إلى حق ذاك الأجنبي يجي من سوريا ويجي من اليمن ويجي من باكستان ويشتغل وهو ما له حق؟ لو كانت واحدة من هالرزايا اللي عندنا تستحق ثورة، واحدة، مو مليون رزية، واحدة منها تستحق ثورة. فإذا الناس مستعدة إلى الثورة نقول لهم بارك الله فيكم، مسكوا بالإطار السلمي واستمروا، واحنا جزء من عندكم وانتم جزء من عندنا. عندما تدخل الى مرحلة الثورة في ضحايا، اي حركة اصلاحية في ضحايا. هذا نفس الكلام قيل لكل المصلحين، قالوا لرسول الله والله شتت البيوت، الولد مؤمن والاب كافر، الاب كافر والمؤمن، واحنا في قريش كنا قاعدين ناكل حلوى مال هالاصنام ومرتاحين. يقول لهم تعالوا اخذكم الى انسانيتكم، تعالوا اخذكم الى كرامتكم، تعالوا أخذكم لتصحيح الأوضاع فيما بينكم وأحقن الدماء. قالوا وهكذا كل المصلحين. فعندما ندخل في مرحلة الثورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح إلى ضريبة، إلى ضريبة، وهذه ضريبة متوقعة وما تتغير. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بس هو جزء من امتحاننا هاي. يعني أنا شخصياً أشعر بالسعادة لأني أقوم بما أعتقد بأنه واجب علي، وطني واجب، ديني واجب، إنساني. من هذا الباب أشعر بالسعادة، أعيش الألم من الصبح إلى الليل لما أنام، وإذا نمت أحلم بالألم، ألم الاعتقال وألم الشهداء وألم القتلى وألم الجرحى وألم المداهمة بيوتهم وألم كذا. لكن أنا أسأل نفسي وش يبقى من عندي الله؟
تقول؟ الله يقول لك أمر بالمعروف إنها على المنكر، أمامك ظلم بين لا تسكت عليه، وتسأل ربك أن يسددك إلى اتخاذ الخطوة التي تتناسب مع رفع هذا الظلم. هاي واجبي، هذا لما أقوم بهذا الواجب هذا جزء من الامتحان. لما تقوم أمام الظالم، الظالم يدافع عن ما في يده من ظلم، فيقوم يقصي يضرب بهدف أن يوقف عملية مطالبتك بحقوقك. هنا تيجي صابروا صبروا، تعلمون كما يعلمون، انظروا إلى عين الله، تطلعوا إلى الإصلاح الذي تطلبونه من أجل خير الجميع. ولا بد من في كل شعوب الأرض اللي تأخرت في تحرك ودفع بالنتيجة الضريبة مالتها تأتي. المصريين إذا ما غيروا نظامهم، هي كان في قبل 20 سنة كان الناس اللي تحت خط الفقر 10 ملايين، لما الأوضاع ما تصححت صار تحت خط الفقر 20 مليون، الأوضاع استمرت صار خط الفقر. مو احنا أول كان وضعنا الاقتصادي كشعب أحسن؟ مو أول تعليمنا كان أحسن في الثمانينات من الحين؟ هل بس هالأمور البسيطة احنا بعد لو دولة كان تقول تعذرهم؟ لا، فلوس موجودة، فلوس موجودة، ولا عليكم من الكلك أن البحرين فقيرة وتحتاج مساعدات. البحرين ما تحتاج مساعدات إذا كانت الثورة تدار بشكل صحيح. وكنا إحنا المفروض من السبعينات رتبنا وضعنا بحيث أن عندنا بدائل للنفط ومستقرين، من كان تدخل علينا بحركة مو بعد عبقرية ولا شيء. ما في، الكويتيين جابوا شوية فلوس مال النفط حطوها في بنوك يسمون بنك مال تنمية مدري شنو مال، وتدخل لهم فلوس أكثر من سعر النفط مالهم. الكويتي ما يقصه يعني، مو كلش عبقرية استثمار، هي أمور بسيطة. الله حاط لك فلوس، بلت بعزقها مني ومني حطها في مكان طلع لك فلوس ثانية، فضلا عن أن مستوى التعليم وكذا كان يأهلنا أن نخلق بدائل اقتصادية عديدة. فهذه ضريبة طبيعية إلى الثورة، ويجب القبول فيها من أجل الكرامة ومن أجل بقية الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، أن نكون منسجمين مع الله سبحانه وتعالى، وتحمل هذه الضريبة والعمل والاستمرار حتى تتغير هذه الظروف. أحسنتم شيخنا. توجد مداخلتين، الأولى يعني اتهام للجمعية، جمعية الوفاق، أكبر الجمعيات تحركا ونضجا واتساعا وشعبية، تتهم بأنها رخوة، لا تتخذ المواقف القوية والجريئة. والمداخلة الأخرى هناك تغريدات يطلقها بعض أطراف المعارضة تدعوكم إلى مقاطعة النظام نهائيا باعتبار الجرائم والانتهاكات التي تجاسر عليها، وباعتبار اليأس من محاولات إصلاح هذا النظام على مدى عقود، وبالرغم من كل المتغيرات لا نجد منكم الأذن الصاغية لمثل هذه الآراء، فكيف تنظرون إلى هذه الرؤية والدعوة؟ في نماذج قائمة ومحزنة جدا، العلم عند الله سبحانه وتعالى، والنظام السوري ونظام من ضمن الأنظمة العربية الدكتاتورية والتي تحتاج إلى إصلاحات، وتحرك الشعب السوري مثل ما تحركت الشعوب الأخرى. تم إغراء بعض قطاعات الشعب السوري بأنهم ما يدخلون في حركة مسلحة ضد النظام، بدل ما يستمرون على الطريقة التونسية والبحرينية والطريقة المصرية. والنظام بدأ ما يترنح للسقوط، ولكن ترنح باتجاه أنه لابد من إصلاح،
وطارت المادة الثامنة في الدستور. وصيغ دستور هو الدستور كصياغة دستور، دستور لا بأس فيه، بس الآن تعال طبخة في الواقع، هذا موضوع ثاني. وبدأ النظام عند استعداد، إجوا هاي النوع من الأصوات وقالوا لا أنتون يا معارضة الداخل جبناء، وأنتون يا معارضة فلان جبناء، وأنتون يا معارضة فلان جبناء، حملوا السلاح ونزلوا في هذه المدينة وتلك المدينة. وبعدين شجعتهم دول إقليمية، دفعت فلوس وجابت لهم سلاح، ورطوهم في مجزرة الله يعلم وين تنتهي. تريد احنا ايضا لا سمح الله نستغفل وننجر الى مواقف تقود الى مزيد من دمار هالبلد، ويكون الطامة على الجميع فيها؟ واحد يفكر ساعات. كنا قاعدين بنسبة معينة، وهذا مش معناه أن إذا ما سوينا ما بيصير فينا، ولكن كمراجعة بسيطة كان الناس قاعدين في دوار اللؤلؤة وقاعدين يطالبون بحقوقهم. عندما قطعنا الشارع الهايوي خلقنا على الأقل مبرر للنظام وإلى الغرب أيضا، قالوا ما يصير تقطعون الشارع، قاعدين في الدوار مقبول، ما يصير تحاصرون المرفع المالي، في ناس تبى تروح العمل خلوهم يروحون، انتم بتضربون على العمل ضربوا على العمل بس لا تقطعون الشارع. وناس قالت سقاط نظام او جمهورية، وناس قالت ملكية دستورية. وكان معنا عدد من اخوتنا السنة متفاهمين في البداية هذه المطالب. لما صارت فكرة سقاط النظام زادت مساحة الخوف فيهم، واستغل النظام هذا الموضوع وزيد الخوف. نحن قاعدين في العاصمة، مش لأن هني في الصافرية جايينكم، ليش قاعدين في العاصمة؟ أنا لا أستطيع أن أحكر على أحد أن يفكر ويقترح وينتقد، لكن خلني أشوف أنا بس هي تجربتي الآن البسيطة القريبة، هذا فادني والله كان سلبي علي. الوفاق كجزء من القوى السياسية عمليا في حالة مقاطعة مع النظام إلى درجة كبيرة، ما أقول تامة، ولكن انسحاب من مجلس النواب، ما في أي لقاءات شكلية بين الوفاق وبين النظام. الوفاق قال له خط مفتوح من أجل إيجاد الحل السياسي، هذا الخط المفتوح، هذا هو الخط المفتوح. وعبرت أنا أكثر من مرة بهذا التعبير، وتعبير قاسي، أن النظام بلا شرعية شعبية، ونتعامل معه مثل ما نتعامل مع الميتة إلى الضرورة فقط. ضرورتنا الآن إيجاد حل سياسي لها البلد، نظام موجود، إحنا شعب موجود، في قوى سياسية أخرى تختلف معنا موجودة، يجب أن نجد حل في هالبلد. هذا الحل يجب أن يتم التوافق عليه بصيغة وبأخرى. هذا الخط المفتوح بين النظام والوفاق. مقاطعة نهائية شو يعني؟ نسد باب فكرة الحل، ما بنكون موضوعيين. إذا سوريا بعد 100,000 قتيل، والآن الأمريكيين والروس يضغطون على جنيف 2 وعلى أن تعالوا دوروا لكم حل سياسي، وين وعدتونا يا الأمريكيين والأوروبيين وقلتون لنا والأسد كل كم يوم بيسقط والأسد ماشي الحين عقب هذا ما دبحنا الأولي والتالي 7 ملايين مشرد، ما أدري كم مليون جريح، الآن قلتون لنا تعالوا وردوا عودوا جنيف 2 ولا أسد باقي ولا تكلموا عن زيارة الأسد. أي رؤية بأن نستطيع أن نزيد من فعالية الثورة وإيقاعها للوصول إلى أهدافها؟ أنا أعرف الضيم اللي يحصلنا كنا، وأتفهم ليش الشاب يطلع في الشارع وليش يقوم بكل ما يتصور أنه ممكن أن يسوي يسبب تغيير تأثير،
وهي اجتهادي. تفهمه يعني، تفهم وضعه. تعالوا جميعا نراجع كل ما جرى في هذه السنتين والنص في مثل هذه اللقاءات، في لقاءات تشاور أكثر خصوصية بين كل القوى، ونقول نحن نحتاج نزيد هذا الحركة، نحتاج نزيد الضغط هنا، نحتاج هاي الأسلوب، نتوقف عن هالأسلوب، نحرك هذا الأسلوب حتى تكون ثورتنا وفعالية حركتنا الجماهيرية أقوى. أحسنتم شيخنا. كثير من المداخلات بنفس الطرح تقريبا، يعني مفادها في هذه المداخلة هناك انتهاكات كثيرة متزايدة خلال هذه الفترة، منها على سبيل المثال اختلاق قضايا مثل خلايا إرهابية، مخازن أسلحة في قرية هنا وفي منطقة هناك، واختلاق قصص وحكاية وخدع في الصحف وغيرها، وانتهاكات آخرها مع الأخت الشريفة ريحان الموسوي، وهناك المسجد الذي سوف يحول إلى حديقة، وهناك الكثير والكثير من قضايا التعذيب خلف قضبان السجون. السؤال هو، هل لدى المعارضة ما تقوم به في الشارع البحريني من شيء مغاير متناسب أو يتناسب مع حجم ما تقوم به السلطة من انتهاكات التي لا طاقة للشعب بها؟ لا طاقة للشعب بها يعني عليها خطين. لا، الشعب يستطيع أن يتحمل هذا القمع ويستطيع أن يستمر، أثبت هذا في فترة السلام الوطنية وفي طوال هاي السنتين. أقول هذا الكلام حتى لا تقول للسلطة إن إيه إذا الشعب لا طاقة له بعد بيستمرون في هذا الطريقة، وهذا طريق إنهاء المطالب. فلا، تأكد إلى السائل وإلى الحكومة وإلى من يسمع، هذه لو كانت حركة جمعيات، لو كانت حركة نخبة، لو كانت حركة حزب سياسي، وكانت حركة سرية، كان بالإمكان تضرب 10، 20، 100، 200، 2000 وتخلص الموضوع. لا، هذه حركة شعب بأكمله، ما فينا أحد. حتى إذا بغيت أن أقول 90% من شعب البحرين سنة وشيعة مو راضين عن هالأوضاع. الحين واحد يقول لك لا بس أنا خايف أن الأوضاع بعدين تصير أزيد، أنا مو راضي. أنا أعرف أن هذا الإنسان سارقين مال الدولة، وأعرف أن هذا الإنسان فاسدين، وأعرف أن أنا قاعد في شسمة وابني وياي قاعد في البيت، بس أنا خايف من الشسمة، سو مو راضي، مو راضي عن الأوضاع. هو بعد متضايق من التجنيس، ومتضايق من مسدودية الدخلة، ومتضايق من ما يشوفه من ثروات تسرق، وما حد يوم البحرين وغير البحرين مع تطور وسائل الاتصال والتعليم صارت الناس تعرف، غالبية الناس عارفة الوضع الموجود. شو كان محور السؤال؟ ضيعتني. فالناس قادرة، والشعب لأنه حضن الثورة حضن شعبي واسع، قادر على تحمل هذا القمع والاستمرار في الثورة. ما هو المتاح أمام الشعب من أجل يعني الوصول إلى هدفه؟ مو لفظ التصعيد هو اللفظ المناسب في المواجهة، كيفية الاستمرار بطريقة ضاغطة من أجل إجبار النظام على الاستجابة إلى المطالب العادلة. الأمر الأول هو الاستمرار فيما كنا فيه، هذا الاستمرار في شكل المسيرات، في شكل الاعتصامات، في العمل الإعلامي، في العمل الحقوقي، هو قاعد يخلق ضغط على هذا النظام، يخلق له ضغط داخلي، ويتولد ضغط اقتصادي مو مقصود بالمباشرة، بس هو يتولد، ويتولد ضغط سياسي من قبل الدول، وهذا قاعد يجبر على البحث عن حلول في البحرين.
يعني هذا الوضع الموجود تشوف أنه يحتاج نزيده، بس هو بعد هذا، هذا القدر هو اللي جاب وفرض فكرة أنه يكون في حل سياسي في البحرين وأنه يكون في حوار. والله النظام ما يريد، النظام حاول يقنع المجتمع، الجمعيات سووا شباب ومقلدين على مصر، إيه سووا شباب مقلدين على مصر ومقلدين على تونس، والمصريين قلدوا على التونسيين، وبعدين احنا قلدنا واليمنيين قلدوا، مو عيب، ظروف متشابهة، ظلامات متشابهة، شباب يبقى يطلع من عتق هذه الأنظمة ونسخت بعضها البعض. الآن المصريين سووا تمرد، التونسيين قاعدين يشتغلوا على تمرد، المغربيين عندهم تمرد، ما أدري وين بعدهم تمرد، البحريني بعد قالوا أنا بعد تمرد، مش قصة، بس لازم كل واحد يقيس تمرد ماله بحسب ظروفه، واحد يحط أهداف تمرد ماله. هناك كان أهداف تمردهم عزل الرئيس، ما عجبهم الرئيس، حكمهم سنة واحدة وهم منتخبين. يعني بالمجمل الشعب المصري انتخب بنسبة قليلة 51، بس انتخب الرئيس بطريقة ديمقراطية، ورئيس منتخب ديمقراطيا. لكن رئيس منتخب ديمقراطيا أو منتخب ديمقراطيا لازم يسمع للشعب بعد، إذا الشعب قلب الموجة المفروض الرئيس الديمقراطي بعد يسمعه، ما يقول انتخبت انت 4 سنوات وأنا من زمان الزحزة، خلاص ملوا سنة واحدة في هاي الظرف، هذا ظرف استثنائي. الثورة ملك للجميع وأمانة في أعناق الجميع. نحن في موضوع تمرد أو غيره احنا نعامله بنفس التعامل، ما أعرف منه تمرد ولا أعرف وش بيسوون لحد الآن، ولكن أي ناس تتحرك شرطنا فكرتنا بسيطة، إذا في أحد بيتحرك من دار جليب، من شهركام، من الهملة، من محرد، من رفاع، من كذا، من أجل أن يحقق الديمقراطية احنا بنأيده، بس بشرط أنه يتحرك بطريقة سلمية ومنسجمة مع المعايير الدولية، حتى ما ندخل بلدنا في معترك احنا نشوفه مضر. إذا موضوع سلمي هو وغيره ما عندي مشكلة، هو وغيره هذا الضابطة الموجودة. شنو ما بعد، ما بعد 14 أنا ما بعرف، بس احنا في الجمعيات السياسية ما بعد 14 عندنا برنامج ومستمرين وبنستمر نحشد في شعبنا وبنستمر في شسمه، فويش ما يصير في 14 فبراير ما ادري 14 اغسطس موجود برنامجنا، احنا موجود، احنا نتمنى التوفيق لكل الناس يساهمون في التحول الديمقراطي في البحرين ويعجلون بهذا التحول الديمقراطي. ايضا نقول للنظام لا يجوز قمع اي ناس يمارسون حقهم بطريقة سلمية في المطالبة بحقوقهم، ونقول للمجتمع الدولي يجب حماية الناس مثل ما يجب حماية الناس في مصر، وهم يتظاهرون، ليتظاهرون في ميدان التحرير كانوا ضد الرئيس، سقط الرئيس ظهروا في ميدان رابع العروية ضد الرئيس الحالي، هذين حقهم يبقون، دلين حقهم يبقون، احنا ايضا حقنا نبقى، احنا ما يجوز اخراجنا من دوار الألوان، ولا يجوز منعنا من الاعتصام الدائم في اي مكان، واحنا نعتصم نراعي ان في اخرين ايضا في البلد نفتح لهم حقوقهم، ما عندنا أي مشكلة في أي مكان ممكن نتجمع، شوارع الرئيسية بتبقى مفتوحة، الناس تقدر تروح أعمالها، اللي ما يبي يجي المسيرة ما حد يجبره على إيده، اللي ما يبي يجي اعتصام ما حد يضربه على إيده، بس إحنا كمواطنين لأن حق نتظاهر ونعتصم ونجمهر وفي المكانات الرئيسية، هذا المعنى أن لك حق التظاهر والاعتصام، لك حق التظاهر والمعتصام في سيناء، ولا لك حق التظاهر والاعتصام في نوبة، لك حق التظاهر والاعتصام في ميدان التحرير، شريان القاهرة، شريان القاهرة، التظاهر والاعتصام 6 أكتوبر، هاي ما معنى لك حق التظاهر والاعتصام. فالمجتمع الدولي يجب أن يكون إلى موقف في البحرين أن شعب البحرين له حق التظاهر والاعتصام في عاصمته في أي مكان يختاره، بحيث ما يعطل مصالح الآخرين، وحين أحد يقول أن الدوار يعطل مصالح الآخرين وصار له 2.5 سنين مسدود، وإذا احنا قاعدين في الدوارة ديك الصغيرة الآن المسدود كيلومترات محيطة بالمكان. أحسنتم. مداخلة، تفضل أخ عيسى حسن. نعم المنصة هني، تفضلوا. مدة المداخلة 2 دقيقة مراعاة للاختصار. تفضلوا زبدة يعني على أساس استغلال الفرصة.
على كل أهلا وسهلا بسعادة الأمين العام لجمعية الوفاق على حضور هذا المأتم المبارك وليلة مباركة في الشهر الكريم. الشيخ أنت أعطيتنا فكرة عامة من السنتين والنصف إلى الآن، إلا أنك إنما إحنا الفئة الصامتة التي ما عندها خبر في السياسة وإنما هي في حالة حيرة. عودتنا إن الدستور 2002 دراسته ندخل أو ما ندخل، 2006 دخلتون هي مداراة حتى لا تكون هناك وجود قوانين، دخلت من الشباك واليوم تدخل من الباب، فدخلتون كمداراة والكل أيدكم على ذلك. بعد قبل انتخابات 2010 صارت حرب شعواء على الوفاق من كل الاتجاهات، من جمعيات، من سلطة، من، والكل تخوف وهواجس إن يفوزون الوفاق ب 13 بالكثير 12-13، وسماحتكم توقعتم ل 18 وحسب ما توقعتم صار الموضوع، وصار موضوع الأراضين والكل صار الزخم للوفاق، وقلتم الفصل الثاني هو بيكون مكمل إلى الدور الأول أو الفصل الأول، ما أدري هذه حسب التسميات. تنطبق الآية، الكل فرحان بحصول الوفاق على هذا العدد. تنطبق الآية القرآنية، هناك وجود طريق، رسم طريق رسمتها الوفاق، إن ما تدخل قوانين من الشباك ولا اليوم اللي حتى من الباب، الوفاق لها بالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يصنعون تحت خط الوفاق بهذه. هناك الجمع أو الفئات أخرى حانقة على الوفاق وكل يتربص بها لأن مو خسرانين أي شيء، وصار ما صار في منصة الدوار لم تكن ديمقراطية وأنتم تعرفون هذين، أو يعني كيفية أن توفق الوفاق بين هذه الديمقراطية الجماعة نتعامل وياهم هي وحذف الماء والكل يعلم. من لا يطبق ولاية الفقيه هم يطبقونها حقيقة أو واقعا. الوفاق هل هي تقود أم بقودة؟ الوفاق هل هي ما زالت في جلباب أولئك؟ ولك جزيل الشكر والاحترام. أحسنتم، تفضلوا. شيء في كل مرحلة ما هي نوعية الخطوات اللازمة إلى التقدم في الإصلاح؟ في كل مرحلة ما هو نوع الأمر بالمعروف الواجب عليك؟ أشرنا إلى شيء بهذا بشكل سريع، الآن أيضا نحط فيه تنضيج يتعلق بواقعنا. يعني دستور 2002 دستور لم يأتي بطريقة صحيحة، أتى بطريقة منفردة ومخالفة إلى نص دستور 73 ومخالفة للأعراف الدستورية، ورفض هذا الدستور رفضناه في 2002 واستمرنا نقول هذا الدستور غير متوافق عليه، يجب إصلاحه ويجب جسمه. تسوي ثورة في 2002 أو تسوي حركة سياسية مو ثورة، شو اللي يحدد هذا؟ يحدد هذا ظرفك المحلي، الناس مستعدة لثورة مو مستعدة لثورة، الوضع الإقليمي مستعد لثورة لو مو مستعد لثورة. تيجي في 2010 في 2000 نهاية 2010
الثورة التونسية، 2011 الثورات العربية. تدرس وضعك في ظل هاي الثورات، وبكرة راح ندرس وضعنا في ظل متغيرات الإقليم. لا تقول لا مطلق، أنا كان لازم أثور في 2002 ولازم أثور في 2006 ولازم أثور في 2010، أو لازم أدخل في 2002 وأدخل في 2006 وأدخل في 2010 وأدخل في 2014. ما في شيء كذي، ما في شيء كذي في الدنيا كلها. أقدر الموضوع بحسب إمكانيتي، بحسب الظروف المحيطة، بحسب طبيعة الشسمة. إلى من ينادي بالثورة من 2002؟ إحنا لو دخلنا في ثورة على الدستور من 2002 كان استمرنا إلى 2010 ما دام الإقليم كله قاعد راكد. أنت لما تدخل في ثورة جزء من هذا يقول كان تقرد خارج السرب. واحدة من الأمور اللي ممكن أن تكون، يعني كل غلط هاي قراءتي، بس يمكن هذا الوضع. بس عندما يتقدم الشعب العربي، وبعد عندما يتقدم شبابك، وعندما تنفتح الثورة حتى لو مو أنت أطلقتها، فتحت الثورة وحطت مطالب معينة وقدمت في سبيل هذه المطالب، أنت وين موقعك يا الوفاق؟ تقول والله لا أنا جزء من الشعب، أنا جزء من الشعب، مطالب عادلة أحاول أرشدها، أحاول أبحث لها الأساليب اللي تقدر تعيش من خلالها، أحاول أبحث لها الأساليب اللي يمكن تثمر من خلالها سياسيا، وأكون جزء، وهذا جزء من الإجابة. فأنا مو أقود الثورة بمعنى أن أنا صنعت الثورة وأنا أوجهها يمين أو شمال إلى كل مكان اللي أنا أريد. أنا جزء من الثورة، أنا الوفاق كجزء من هذا المجتمع منظم معين، أحاول أن أمثل أكبر قدر من الشرائع وأشوف وجهات نظرهم وأخليها في برنامج السياسي. بس في آخرين عندهم برنامج سياسي آخر ما أقدر أصادره، ما عندي حق أنا أصادره. أنا ما عندي حق أصادر برنامج سياسي اللي يقول يريد جمهورية، ما أقدر أصادره. اتفقت إياه أو اختلفت إياه ما أقدر أصادره. يقول لي ليش أنت ملكية دستورية إيه وإحنا جمهورية لا؟ ما عندي جواب له. مو أنا مواطن؟ قل أنت مواطن، أنت مواطن مثلي. ليش أنت يحق لك الطالب الملكي أنا ما يحطي طالب الجمهورية؟ ما عندي. اللي يقول تقرير المصير، وأنا بتقرير المصير. أنت تبغى ملكية دستورية روح تجاوز أنت الملكية الدستورية مالتك. أنا ما أبي، أقدر أفرض عليك أنت لازم تصير ملكية دستورية؟ ما أقول، ما أقدر أفرض عليك. أنا أطرح البرنامج اللي أشوفه أنه مناسب وأحشد باتجاهه وأقول مبرراتي، ولكن للآخرين الحق أن يطرحون برنامجهم. الثورة في إطارها العام يجب أن تتكامل. إحنا كنا ننشد تغيير يعطينا كرامتنا، إحنا اليوم مهمشين، اليوم ما لنا حق في اتخاذ قرار. حتى لما كانت الوفاق هذا كان المتاح، كان المتاح أمام الوفاق وأمام الإخوان المسلمين وأمام الحركات الناصرية وأمام كلهم. المتاح شنو؟ أن تدخل في انتخابات مجلس الشعب المصري اللي سيطر على الحزب الوطني العاكم، وتحاول من داخل هذا المجلس تثير المشاكل إلى هذا النظام، وتحاول تعري هذا النظام وتطلع فساد الأراضي وتطلع فساد الكذا. هذا المتاح، هذا كان المتاح. ما حد يقدر يطلع يسوي ثورة لوحده وعنده الكنترول. هي الثورة فيها مليون عامل يختزن، وبعدين لما يوصل ما يستأذن أحد، لا يستأذن الإمام الخميني ولا يستأذن الإمام السجاد ولا يستأذن أحد. الثورة ما تستأذن. الإمام الخميني بيسوي ثورة من 15 سنة يشيل الشاه، ما عنده استعداد الشعب الإيراني، العناصر الأخرى مي جاهزة. يوم جهزت قال الآن وقت الثورة العامة، قبل فيه نوع من التحركات اللي تقمع تشكل جزء من مخزون الثورة اللي بعدين ينتج. بس الثورة العامة متى؟ الثورة العامة أنا بحددها، أنا الشعب الإيراني اللي ما تعرفني أنا ويش اسمي يعني بالضبط. انتظر مقال، انتظر حادث سيارة، انتظر بناية تطيح من نتيجة الأساس مالها مو عدل، أبدي فيها ثورة. كيف تبدي الثورات في الشعوب؟ نكة يعني، ما في حزب قاعد ويقول واحد اثنين ثلاثة أربعة وبنسوي لهم ثورة، ما في. احنا محتلين فلسطين شكام؟ حادث سيارة الانتفاضة الأولى، حادث سيارة انتفاضة الأوري، وهكذا هكذا الفكرة كذي ساعات. ما شو اسمه كفصيل سياسي يتحمل مسؤولية على الترشيد، على حماية الناس، على الدفاع عنهم،
على الوصول بأهداف ما يعتقد بأنها الأهداف الغالبية العظمى منهم إلى نهايتها، وعليه أن يتكامل مع البقية. هو يخطئ، البقية يخطئون، يراجعون هذه الأخطاء ويحاولون يكاملون بعضهم. أحسنتم شيخنا. تفضل الأخ صادق جعفر بالمداخلة الشفهية، تفضل على المنصة. مدة المداخلة دقيقتين. تكلم شوفي. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. يمكن يكون موضوعي خارج نطاق المحادثة والموضوع، بس إن عن يمكن كلكم سمعتون عن الطفلة اللي ماتت قبل 3 أيام اللي فيهني في شهرك كان. يعني أنا أبي أتكلم عن أسباب اللي ماتت يعني منها الطفلة، وكان خطأ يعني متراكب من عدة أشخاص، وواحد من الأسباب إن يعني الأنوار اللي مطفية في الشوارع، يعني في هم الشباب يطفون هاي الأنوار ما منها فائدة، يعني لا هي نافعة ولا إحنا مستفيدين منها شيء. يعني طفلة طلعت في الليل، زوج خالتها ما شافها في الشارع، يعني الحمد لله انه كان تو متحرك بالسيارة، يعني ما كانت سيارة جاية من بعيد، كانت جاهلة تشوهت. يعني انا اتمنى الكل يعذرني، يعني جاي يتكلم في موضوع غير عن ما له يخص باللي قاعدين نتكلم فيه، بس يعني كلام كان في صدري لازم اطلعه. اتمنى يعني أحسنت. تعذروني يعني. احسنت، شكرا. هذا يدعونا إلى بعض الأسئلة والمداخلات حول المسيرات السلمية والحراك السلمي، وتفضلتم به سماحة الشيخ. هناك سؤال: ما هو رأيكم بالمسيرات السلمية التي تخرج في القرى سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وهل تؤيدون المسيرات غير المرخصة، وهل تحثون الناس للخروج في هذه المسيرات؟ والبعض يطلب من الشيخ إعادة التذكير لكل الناس بالمشاركة الفاعلة في الفعاليات السلمية في القرية وخارجها. طبعا تطرقتم لهذا الأمر، وممكن أن تتطرقوا إلى نصائح في هذا الأمر. سوف أذكر هناك مداخلة مكررة أيضا بعد. هناك خياران سياسيان في التعاطي مع النظام، وهما خيار الإصلاح السياسي وخيار إسقاط النظام. وقد أثبتت التجربة التاريخية أن النظام عصي على الإصلاح، فلماذا الإصرار على خيار ثبت عقمه وعدم صلاحيته؟ طبعا هذا أيضا يجر إلى المداخلة أخرى: ما هو رأيكم بالوصية الأساس للأستاذ عبد الوهاب حسين في كلامه عن المملكة الدستورية وصعوبة تحقيقها؟ أيضا قول سماحتكم بأننا استخدمنا نصف قوتنا فقط، فلماذا لا يتم استخدام القوة الكاملة لنصر الثورة وإزاحة النظام بالكامل؟ تفضلوا. نعزي أسرة الطفلة الله يرحمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب ذويها، وهذا قضاء الله وقدره. فالخال أو العم اللي يعني صار الحادث معه لا يحمل نفسه ما لا يحتمل، فهذا إرادة الله سبحانه وتعالى. أيضا يدعوني هذا للتنبيه على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بما فيها الإنارة قدر الإمكان في كل المناطق وغيرها من الممتلكات، كل الممتلكات العامة والخاصة.
المسيرات السلمية نحن نشجع عليها ونحث على المشاركة فيها ما دامت منسجمة مع القوانين الدولية. لو كان النظام يتعاطى بشكل فعلي، احنا الآن جمعيات سياسية، مدي اختار، مو تسمعون قبل يومين في 3 معتقلينهم، شو معتقلينهم على وش؟ بس أدية إلينا للجمعيات السياسية. كل ما نسوي مسيرة عقب المسيرة مجرجرين الناس اللي مودين الاخطار ومبيتينهم هناك كل مسيرة. بس احنا ما نسلط الضوء على كل القضايا، وعندنا أكثر من 200 فعالية منعنا فيها. لو النظام ينظم الموضوع كان بقول للناس لازم تلتزم، لكن النظام مو كذي. وبالتالي شو المعيار الدولي؟ المعيار الدولي ما دام في ناس تطالب بطريقة سلمية بحقوقها فهذا مشروع لهم. أحد أخذ إجازة من حسن مبارك، فأنا ما ألزم الناس بأن لازم تأخذ إجازة إذا بتطلع مسيرة أو اعتصام، بس أقول ما دام إطار سلمي أدعمكم، إذا إطار مو سلمي اسمحوا لي ما نقدر أدعمكم لأن أجده مضر لي وإليكم. فالفعاليات غير السلمية ما نؤيدها، فعاليات السلمية كلها نؤيدها ونشجع عليها. وإذا تبون اقرأوا ببساطة الأمور شو النتائج إلى الفعالية السلمية، شو النتائج لغير الفعالية غير السلمية. ما أقول لك الفعالية السلمية النظام ما بيقمعها، لا النظام بيقمع، ولكن المعركة على المدى المتوسط والطويل قادر أنت أن تكسبها بهذه الطريقة. بالطريقة الأخرى ما أقول لك بتشوش عليك وبتحطك تكلفة كان بالإمكان تلافيها بهذا الأسلوب. هاي الفكرة. النظام عصي على الإصلاح، فلماذا نطالب بإصلاح النظام؟ إذن أنت يعني النظام سهل الإسقاط في المقابل ذات هذين. وإذا النظام سهل الإسقاط الله يبارك فيك، متى إن شاء الله؟ لا مو شو اسمه، صحيح هذا نظامنا يعني ما هو نظام إيجابي، ما يتفاعل مع الناس المخلصين ودعوات الإصلاح سنة وشيعة وكل المعارضات، ويحاول أن يتمسك بالحكم المطلق في يده. لكن أيضا عندما تطرح شعار آخر، هل هو الأرضية إلى أنجح من هذا؟ لا، الفكرة ببساطة هذه مناقشة سياسية مع الاحترام للرأيين، أن فرصة تحقيق الإصلاح هي أكثر مضاعفة أكثر وأكثر من فكرة إسقاط النظام على الناحية الموضوعية، اتفقتي هذه أو اتفقتي هذه. إلا بسقط النظام، على أي أساس بسقط النظام؟ ويش بتسقط النظام؟ تعتقد أن الجيش بيتحول معك في يوم من الأيام؟ كيف يسقط النظام؟ كيف يسقط النظام؟ الآن التجارب البسيطة الموجودة، ليش يسقط النظام في مصر؟ لأن الجيش قال لي اسمح لي أنا ما أطلق على الناس في ميدان التحرير، أنا بس حدي أحافظ على الممتلكات العامة والمراكز الحيوية. لأن زين العابدين أعطى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، قال لا اسمح لنا، إحنا الجيش حماية الوطن مو متظاهرين وكذا. فيسقط النظام في تونس، يسقط النظام في مصر، هذه واحدة من المتغيرات الرئيسية عندك إلى هذا الشعار. سوريا الدنيا كلها صارت ضده، كلها ما ظلت مخابرات في الدنيا ما اشتغلت في سوريا، ونزلت فلوس الدنيا انصرفت هناك مليارات، لأن الجيش ما انقسم ذاك الانقسام الكبير. هذا أنت تشوف وش صاير، أنت تشوف وش اللي صار. عندما نقول بأن احنا استخدمنا نصف قوتنا وممكن أقل، قوتنا مو قوة المعارضة، قوة شعب. خليني أقول لكم تجربة بسيطة في فترة السلام الوطنية. وشو المخطط؟ المخطط أن يضربون هالشعب بقواه بأشخاصه بأفراده بقراه بكل الناس ضربة تهز نفسيتهم، تهز كيانهم على الأرض، تربكهم بحيث أنها تشلهم كذي، تشل الناس وخلاص تنهي كل شيء.
بس ما بس الفكرة الغلط بأن أنت مو تضرب، أنت تضرب شعب بأكمله. شو سوى هذا الشعب؟ هذا الشعب لأن شعب يقدر يمتص الفعل العسكري والعسكرة والدبابات والفصل والما شابه ذلك والش اسمه وكذا، المعتقلين قال هم رهائن، المفصولين قام يدفع فلوس من جيب الخاص حتى يعطيهم الش اسمه فيمتص العملية. هذا مو قوة الوفاق، هي قوة شعب. الشعوب تختزن قوة هائلة، فعندما أقول قوتنا كشعب، شعوب تمتلك قوات هائلة فيها وتستطيع أن تقاوم. الحين سنتين إحنا سنتين تحت الضغط والاعتقالات والمداهمات اللي ما وقفت يوم من الأيام. أكثر شعب في الدنيا تم اعتقال أفراد من عند شعب البحرين، أكثر شعب في الدنيا اعتقل فينا نسبة مئوية منا شعب البحرين، وهو مستمر. أكثر ناس يستمرون ويظهرون ويطالبون بحقوقهم. هذه وسائل قوة، هذه القوة محسوبة أنك تستخدمها بما يتلائم مع ظرفك المحلي والإقليمي والدولي. يقول أنتم من ظرف مدروس، إيه لازم أراعي ظرفي الإقليمي والدولي. أنا مو قاعد عندي مغامرة وضربها والله كريم، في العمل السياسي مغامرة، بس مو العمل السياسي مغامرة غير محسوبة وليست حسابات بسيطة. مو هذا النظام ظالم وإحنا على حق، إذا إحنا نطلع في الشارع كل يوم ونستشهد بآلاف الناس مو كذي تنحسب، لا سياسيا لا دينيا، لكن تنحسب بحساباتها بالنتائج المتوقعة بالقدرة اللازمة منها بالكذا. الشيء الثابت عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيء الثابت عليك عدم ملائمة وموافقة الظالم في ظلمة. كيف تدير هذا الموضوع؟ هذا بيعتمد دائما على الظروف الموضوعية. ليش هذا النبي يطلع في جيش وليش ذاك النبي ما يطلع في جيش؟ ظروف موضوعية حكمة. ما في نبي مو مكلف بإقامة العدل في الأرض، مو تقول النبي محمد هو مسؤول عن إقامة الدولة والنبي عيسى مو مسؤول لا إهرار، كل نبي مكلف بإقامة العدل في الأرض، بس ظروفه ما تسمح، ظروفه ما يتمكن من إقامة العدل. في شو شغلات؟ شغلات تدعوهم بس، لا تحضر جيش ولا شيء، احنا بنتصرف بعدين. انت وظيفتك هاي عدل، عندك قاعد تدعو 750 سنة وياك 250، انت وياك 250 مو شغلك، انت دعوت دعيتهم احنا بنتصرف. يجيب ربك طوفان يخلص الموضوع، يجيب شو اسمه، هو ما طلع بجيش يحاربهم. نبي آخر لا، انت مكلف بالقتال، أنت مكلف بالقتال، عندك الظروف لا تقيم العدل بالقتال، أنت مسؤول عن القتال. وأحيانا نفس النبي في يوم لا ما مطلوب منه القتال، ونبينا محمد تقعد في المدينة وتتحاصر 3 سنوات في شعب أبو طالب وتأكل خوص، وهذا أكرم الخلق، وش عنده يأكل هناك؟ يربط حجر نجاة على ظهره وعلى بطنه، بعدين يقول لربك أوذينا للذين يقتلون. اليوم تكليفك القتال، احنا نتكفل بالبقية، ما عندي احد 313 ودلين جايبين لهم 1000 ودلين حفة جايين ما عندهم كم فرس عندهم، احنا نتكفل بالموضوع. بس وقف ظروف موضوعية الله سبحانه وتعالى يدخل مع هذه الظروف الموضوعية بحسب تشخيص النبي وتشخيص الإمام وتشخيص المصلح لإدارته. أنا المفروض أختصر أكثر لحتى نسمح بمزيد. أحسنتم. مداخلة ثم يستعد المداخلة المباشرة السيد عاشور السيد علي. المداخلة تقول: لماذا الارتكاز في تقييم الذات على القراءات البعيدة عن الداخل؟ ألا ينافي ذلك الاستقلالية في التشخيص ونقد الذات؟ في كثير من خطوات المعارضة تتحدث عن نصيحة مقدمة من حزب الله أو نصيحة من هنا أو هناك، تجربة الفرنسية، تجربة الأفريقية، تجربة دول أوروبا وغيرها. لماذا لا تعيش المعارضة حوار داخلي لتقييم أحوالها ودراسة الأوضاع من حولها، وبالتالي اتخاذ قرار نابع من الداخل ويقلص حالة التباعد والتباين بين أطراف المعارضة؟ يستعد بعد إجابة الشيخ السيد عاشور السيد علي.
ما يجري هو هذا الذي يطالب به السائل. نحن لا نقيم فعلنا على أساس التجارب الأخرى، وليست هناك نصائح من حزب الله، وليست هناك نصائح من الأمريكيين نعتمدها. ما نعتمد من نصائح وما نعتمد من رؤى هو ما نقتنع فيه بناء على تقييمنا الذاتي. ونحن نعقد باستمرار بين المعارضة وداخل جمعية الوفاق تقييم مستمر إلى عملنا، إلى عملنا السياسي إلى تقييم، إلى عملنا الحقوقي إلى تقييم، إلى عملنا الميداني إلى تقييم، ولا نشوف فيه غلط نحاول نصلحه، ولا نشوف فيه شو اسمه معتمدين على. أما الاستفادة من الأفكار والتجارب والمحيط والظروف هذا ما يدعوك إلى أي شيء، يعني ما يصير تغمض نفسك عن تجارب الآخرين. بس الذكاء والفكرة والحكمة أنك مو تحاول يعني تقتبس شيء مو متلائم معك بعنوان، لا تذكر التجربة كيف تستفيد منها أنت، تطور نفسك، تحصن نفسك، تقوي نفسك. بس عادة من الصعب تستنسخ نفس الأشياء، نفس الأسلوب، نفس الكذا، لأن كل شعب إلى مزاجه الخاص، ظروفه الخاصة، مشابه ذلك. فالعمل قائم كما ينصح السائل. أحسنتم شيخنا. يتفضل الأخ السيد عاشور السيد علي، تفضل المنصة. مدة المداخلة دقيقتين فقط، للعلم دقائق، وسوف نختم إن شاء الله بالمداخلات الأخيرة باختصارها. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن عندي تساؤلين سماحة الشيخ. من قبل كم أسبوعين سمعنا مجلس النواب إن مسوين عريضة علشان مقرر التعذيب. إحنا كجمعيات سياسية كان حري بنا إن نقوم بعريضة شعبية للمطالبة بالمقرر مقرر التعذيب للنزول للبحرين، بحكم إن إحنا في فترة شهر رمضان كان بسيط جدا العمل على هذه العريضة ونحصل أكبر عدد ممكن للمطالبة للمقرر التعذيب إنه ينزل البحرين، وللأسف ما كان لنا ردة فعل تجاه يعني يمكن تكلمتون فيها لكن ما كانت بقوة الموقف اللي صار. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، إحنا 14 أغسطس جاي، أنتم كجمعيات سياسية شلون نقدر نحافظ على الشباب اللي راح يطلع في 14 فبراير بحيث نخاطب الجهات أو المسؤولين الأجانب بحيث يوصلون للدولة قبل 14 فبراير حق الشعب في الخروج، لأن هي كلش مهم يعني حتى بالنسبة للدول الثانية. طالبوا فعلا، طالبوا مصر وطالبوا الدول الثانية بحق الخروج، لكن احنا كجمعيات لحد الآن ما سمعنا دول ثانية تحمي الشباب اللي راح يطلع في 14 أغسطس. احنا كجمعيات معارضة لابد ان نتحرك على هذا الامر حتى نحقن دماء ونحافظ، وقد حتى لو حصلنا تأييد من اوباما او اي شخص معين كان ليحفظ شوية او يخفف من حدة رد الفعل اللي ترتكبها الحكومة تجاه هذا اليوم. احسنت، شكرا. قبل الاجابة على استفسار الأخ راح أسرد المداخلات الموجودة القليلة. المعتقلين السياسيين لماذا أصبحوا الورقة الأخيرة لدى المعارضة؟ لماذا لم تكن البداية، خصوصا أن هناك من يأخذ على الوفاق تصدرها للمسك بزمام الشارع دون الرجوع والتشاور مع أقطاب المعارضة الذين يقبعون في السجن ويمثلون أغلبية لا يستهان بها؟ اثنين، ما رأي سماحة الشيخ في الدفاع المقدس؟ ثلاثة، بعض الصحف تحرض على اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان باختلاق أكاذيب كإسقاط النظام وغيرها من خطاب تصعيدي، فما هو رد سماحتكم على هذا التهديد؟ السؤال الأخير وما قبل الأخير، ما هو أقل الأسقف لتقبل به الوفاق من قبل الحكومة؟ السؤال الأخير، ما مدى قناعتكم بوجود غطاء دولي للحكومة يعني من الدول العظمى؟ ما هو أقصر مدة قوة هذا الغطاء؟ أقصى مدى قوة هذا الغطاء؟ تفضلوا شيخ.
في مداخلة الأستاذ عاشور، فكرة العريضة ممكن تكون فكرة إيجابية إلى موضوع المقرر الخاص، بس طبعا المقرر الخاص لن يأتي إلا بعد موافقة الحكومة وتحديد موعد، ما لم يكن بعث بقرار من المجلس حقوق الإنسان ملزم، وإذا استلزم قرار من مجلس الأمن، وهذه المشكلة أننا ما قادرين نوصل إليه. المجتمع الدولي بالرغم من وضوح الصورة في الانتهاكات لحقوق الإنسان، لأنه طبعا لما يجي المقرر الخاص راح يطلع بوثيقة شبيهة بوثيقة بسيوني بس خاصة بالتعذيب، هو السر اللي منع بها ان النظام راح شاف ان الصورة واضحة ان المقرر الخاص راح يستطيع ان يحصل على ان تم اعتماد التعذيب كأسلوب ممنهج في البحرين، وهذا بيخلي ايضا بعد المجلس العالمي لحقوق الانسان ايضا يكون لابد من موقف لان هاي مقرر خاص تابع له، فقالوا من اول هنقصها ونخلص الموضوع. طبعا احنا ذهبنا للمقرر الخاص والتقوا فيه عدد من الناس ونشروا صورهم وبعثنا تقارير مال التعذيب، وهو يعتمد الحين هذه التقارير نتيجة لان الحكومة منعت ايش بيسوي فيها، متى بيطلع تقريره، متى بيطلع كذا، ما عندي معلومات، يمكن الحقوقيين عندهم معلومات أكثر من عندي، بس فكرة العريضة اللي كانت ممكن، بس ما بتأدي إلى أنه ينزل لأن هذا مستلزم قرار من الأمن نتوافق على وتحدد إليه موعد، هي ضعف الآليات الدولية الحقوقية، ومو مطلوب بس مقرر التعذيب، احنا طالبين مقرر التعذيب ومقرر الحقوق الدينية، احنا محرومين مساجدنا وكذا، ومقرر الحريات والتكوين الجمعيات، هاي ثلاث مقررين خاصين نحتاج ان يزورون البحرين، في 17 مقرر خاص احنا الثلاثه مهتمين فيهم ونراسلهم ونحاول ان يبعثون طلبات الى المجيء الى البحرين، ومعركه بالطول. فكره الحفاظ على من سيشترك في 14 اغسطس احنا بادرنا بهذا الموضوع، طلعنا بيانات بهذا الاتجاه، بيانات واضحه، خطاباتي واضحة في هذا الاتجاه قبل هذه الليلة وهذه الليلة، وأيضا خاطبنا الجهات الدبلوماسية والحقوقية، وراح نستمر في مخاطبتنا بأن الناس تمارس حقها بطريقة سلمية، لا يجوز تهديدها ولا يجوز قمعها، هاي موقفنا ونراسل فيه الدنيا كلها، بدينا في المراسلة وقاعدين نستمر في المراسلة. لماذا المعتقلين؟ الورقة الأخيرة، يعني عنوان الورقة الأخيرة قد ما يكون دقيق على الواقع، ولكن نعتقد بأنه بالإمكان دفع موضوع المعتقلين أكثر إلى الأمام وتحريكه، وجعل من عنده قضية لأنها قضية عادلة، هم رهائن، وجعل من عنده قضية عادلة وإبرازها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بدرجة أكبر. يوم السبت نجتمع اجتماع بين كل القوى السياسية والحقوقية وعدد من أسر المعتقلين في محاولة لإطلاق حملة وطنية إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على أمل أن هذه الحملة تحضر موضوع المعتقلين السياسيين بدرجة أكبر وبما يستحقون. الموقف من الدفاع المقدس، أقول أحبائي الأنظمة الدكتاتورية تفرح وترتاح إلى المعارك ذات الطابع الأمني والعسكري، وإحنا ما عندنا أي عسكر، حتى اللي يقولون دفاع مقدس كل اللي عندهم مولوتوف ودقدقون فيه، لا يمكن أن يردع الأجهزة الأمنية والجيوش مولوتوف ولا سلاح ناري، لذا لا أجد مصلحة فيه، ما أجد أنه عنوان واقعي، اسمحوا لي يعني أنتم تنتقدون أبوكم وأخوكم قد لا تبغون، وأنا أسمح لكم بذلك ولا عندي أي مشكلة، لكن بالحساب البسيط هل يستطيع هذا المولوتوف أن يمنع دخول هذه القوات لاعتقال أحد؟ بالموضوعية، بسؤال موضوعي، إذا تقدر تمنعهم ساعتين تقدر تمنعهم بعد الساعتين، شو معنى الدفاع المقدس؟ شو معنى؟ احنا قادرين نمنع الآن مداهمات في الليل أو في النهار؟ وما بتقدر حتى تكون المسألة موضوعة، ليس من مصلحتنا أن نتحول إلى العمل العسكري الحقيقي، العمل العسكري الحقيقي مو مولوتوف بس مضرته أكبر بيكون. نحن نشخص، هاي تشخيصنا،
أن العمل السلمي هو اللي يحد من الأخطار والكلفة ويضمن النتائج. لذا ندعو إلى العمل السلمي ونتمسك فيه وندعو شبابنا إلى. أنا أدعوكم كل يوم الظهر وكل ليلة الظهر بس بسلمية. وجهوا جهودكم إلى العاصمة. هذا اللي قاعد يصير استنزاف للنظام بس هو استنزاف إليكم أيضا. هو استنزاف إلى الطاقات الشبابية الآن المعتقلين لأنهم تظاهروا في الليل أو فلت مولوتوف أو حرق إطار في شارع. مو أغلب المعتقلات قاعدة تصير في هالاتجاه وغيرهم بعد يعتقلون بس مو هاي. هذا استنزاف إلى طاقات. خلها تعتقل بس خلها تعتقل في المنامة في 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 مسيرة سلمية. حكمها بيكون أقل، الدفاع عنها أكثر والإحراج أكثر. هي بتعتقل بتعتقل. ركزوا هناك وريحوا. تبون نصيحتي؟ ريحوا قراكم. أنا نصيحتي قولون غلطان، أبوكم غلطان، ما عليه، أعتذر من عندكم. بس هاي نصيحتي، أشجع على العمل السلمي. يطلعون في كل ليلة، يبون يطلعون كل ليلة، خليهم يطلعون كل ليلة. وإذا يقولون إحنا بنسد الشارع حتى بس لا يجون إلينا، بعد إلى هالحد ممكن أتفهم الموضوع. بس أجيب نصيحة أيضا، راعوا أهالي المناطق. بمعنى كل الأفعال لا تسوونها خلوها مقبولة من أهالي المناطق حتى يحتضنونكم. وراكم مسافة طويلة الحين، على الأقل سنتين أربعة أشهر، ما ندري كم بتستمر. لازم تكون حاضر ثنك المجتمع. إحنا نباك، أنت إحنا نباك في الشارع. المجتمع إحنا كنا محتاجينك، مو محتاجينك في السجن، محتاجينك برا، محتاجينك في المنامة، محتاجينك في التظاهرات النهارية، محتاجينك تطلع حامل علم وتروح دوار لولا حتى لو اعتقلوك. أوكي، هذا أنفع. نقولها جد يعني، ترى الدماء كلها عندنا محرمة، دماء الشرطة محرمة ودماءكم محرمة ودماء الإنسان والمواطن العادي محرم. ما عندنا مبرر إلى أن نفكر في طريقة أن نزهق أرواح، ما عندنا هاي الاستراتيجية. الآن هذا مرتزق، هذا ظالم، بس ما عندنا استراتيجية أن نقتل أحد. ما نتبنى استراتيجية ونشوفها مضرة وغير مفيدة. وش يعني استفدت لولا سمح الله انقتل واحد من الشرطة؟ شو استفدت؟ الفكرة بسيطة. أما ندخل عمل عسكري وهذا ما حد يباه ولا حد يقول.